أهلا بك معنا سيد سيترمان. دعنا نتحدث، يعني نأخذ رأيك في الأحداث الأخيرة والتطورات السياسية التي شهدتها ما بين تركيا وطبعا روسيا، والتي كان لها تأثير بشكل أو بآخر على بعض الأسواق العربية. كيف كان تأثيرها على قطر؟ Good afternoon, Momina. مساء الخير مؤمنة. نعم، الأوضاع الجيوسياسية فيها حالة من عدم الاستقرار. حادث الأمس كان حادثا مؤسفا، لكنه ترك أثرا بالتأكيد على الأسواق المالية، وأيضا لدينا تأثير على أسعار النفط، هذا الأمر أثر على الأسواق بدوره. لكن إذا نظرنا إلى الصورة الأوسع، فإن الاقتصاد القطري عموما يجب أن يكون لديه ناتج محلي إجمالي ب 192 مليار دولار، وفائض لا يقل عن 45% في الحساب الجاري. وفي العام المقبل سيكون لدينا عجز في الموازنة بسبب المشاريع الانفاقية. لكن إذا نظرنا إلى الأسواق المالية، هي تأثرت في جميع أنحاء العالم، وأيضا دول الخليج تأثرت ودفعت ثمنا عاليا في كل دول الخليج نتيجة ما حصل البارحة. قطر انخفضت 12%، السعودية تراجعت 15%، وأبوظبي تراجعت 5% وهي تحت السيطرة، وفي دبي أيضا تراجع ب 14 إلى 15%، وفي عمان تراجع ب 9%، والبحرين تراجع ب 15%، والكويت ب 14%. إذن بالتأكيد هناك انعكاس نتيجة أسعار النفط، والاستثمارات الأجنبية لا تأتي، بل العكس، هناك تخارج في الاستثمارات الأجنبية، وهذا الأمر نراه أيضا بسبب الوضع الجيوسياسي. لذلك رأينا هذا التراجع في الأسواق، وتحديدا بعد حادثة البارحة، بالتأكيد هي تركت أثرا على الأسواق المالية. بما أنك تتوقع مزيد من العجز في موازنة العام المقبل، كيف سيؤثر ذلك على بعض المشروعات في قطر، على أيضا الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة؟ قطر لديها أسس اقتصادية قوية كما قلت، وهي بين دول الخليج سوف تحقق نمو الأقصى. نتوقع نموا لا يقل عن 4 إلى 4.5%، وبحسب صندوق النقد الدولي الرقم هو 4.7%، وعلى أساس محافظ الرقم لا يقل عن 4% بتصورنا، بسبب النفط والغاز والبتروكيماويات والتنويع في أسواق عديدة، وكذلك الاستثمارات السيادية. إذن هناك استقرار مالي، ولكن بالنسبة للمشاريع سوف يكون لدينا نمو في نشاط الإنشاء، حيث أن المشاريع المخطط لها ب30 مليار دولار، وسيعلن عن مشاريع جديدة اعتبارا من يناير 2016، أي بعد فترة قريبة للعام بأكمله. هناك سيكون لدينا المزيد من الأنشطة في قطاع الإنشاء وأيضا في قطاع الخدمات، وسيكون لدينا إنفاق بأكثر من 11 مليار دولارا على مشاريع المياه، وهذا نشاط أساسي. ولدينا الطاقة مهمة أيضا، والقطاع غير النفطي سيكون المحرك الأساسي. القطاع النفطي أقل من مليار كإنفاقات، لكن بقية المشاريع هي لغير النفط وتتعلق بالمطارات والمرافق والسكك الحديدية وغيرها. نعم، وأشكرك جزيل الشكر سيد رهفان سيترمان، شكرا جزيلا لك.